للمتعة والاستجمام هنا بهذا المسبح البلدي بسكيكدا عنوان مسبح بماء البحر الطبيعي يستهوي الزوار من مختلف الولايات. هذا المسبح بطبيعة الحال نستعمله فيه ماء البحر 100% بيو العائلات نيكلورنيريان جيتو نسعى وإن شاء الله باش نقدمه الأفضل للعائلات. هناك مسبح للكبار مسابح للصغار ألعاب مائية أنا كوا بارك فلوتون يا تو سكيلفو كل الخدمات رانا نوفروها للعائلات باش تكون تعقب الصيف تاعها في جو عائلي ممتاز. وحنا جينا من عنابة جينا لسكيكدا هنايا نجيو لابيسين بيان سير بيسكيا معروفة شوية في سكيكدا لهنايا بنظافة عندها مثل البحر في لابيسين نظيف الله يبارك عندها لابلاج وسي الله يبارك لا بروبريتي باسكو جيت انا ميم في الليل هنا وتغديتي تمنا لي زاجون جو لو رتير شابو اي سون اشفال فيزافي دو لا سيكوريتي لو نيتواياج لا بروبريتي اي ميم على الاكستيريور اوسي. لقيت استقبال ياسر مرحبين بيا في كل بلاصه ما خلوني مرتاح اموري احلى جو ما كيما نقولوا احنا في تونس. اي شو بارتي دون لا بيسين سيتي بيان لو لو الي بيان ترانسبارونت جيم بيان لالجيري سي دون الكور با دون السان. نهار عنوانه متعة واستجمام وليل مزيج بين عروض فنية وسهرات وجد فيها السياح الأجانب ما يستهويهم. من السعودية جيت هنا سياحة للجزائر فما كنت متوقع أني أجي ألقى الجزائر هذا أهل كرام ويرحبون فينا ومناظر حلوة وأجواء حلوة. أول مرة في حياتي أجي الجزائر ما شاء الله تبارك الله قابلوني بكل ترحيب وكرم وأخلاق وتعاون شيء لا يوصف صراحة وانبهرت انبهار شديد من المناظر اللي أنا شفتها.